السلام عليكم. انا عايز اضيف صورة للبرنامج الفيديو، هو له انسيرت وهو له ريتشر، وابدا اختار صورة واقول لكم مثلا ديت هي، اقدر اعمل سيلكت عليها واصغرها زي ما انا عايز بالشكل دوت. تقدر اتحكم في التفتيح بتاعها، الكونتراكت بتاعتها، كونتراكت الاوتو بالانس، لو عايز تضغط صورة، لو عايز تخلي فيه زي لاين حواليها بأي شكل من الأشكال ديت. تقدر تعمل لها روتيت، تقدر تقطع الصورة لو أنت حابب بالشكل دوت.